أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكد القيادي بحركة تحيا تونس وليد جلاد اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 أن النائب مصطفى بن أحمد عمل 42 عاماً، وبعد أن تمت إحالته على التقاعد التحق بمجلس نواب الشعب وواصل في التغطية الاجتماعية قائلاً: إن مؤسستي الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رابحين فيه، وفق تعبيره. وأضاف جلاد في تصريح لإذاعة جوهرة أن النائب مصطفى بن أحمد على غرار بقية النواب وجد نفسه اليوم دون تغطية اجتماعية، وأفاد بأن وزير الشؤون الاجتماعية أثناء زيارته يوم أمس لابن أحمد في المستشفى في محاولة لإقناعه بفض الاعتصام، إلا أن النائب رفض ذلك وقال له: هذا حقي ولا أريد أي منا من أي طرف، أعطيني تغطية الاجتماعية اللي خدمت عليها 42 سنة. وأوضح من جهة أخرى أن نواب البرلمان المعلقة أشغاله يقومون بالاشتغال على تقديم قضية استعجالية لرفعها لدى المحكمة الإدارية حول صرف أجور النواب الذين يكتسبون صبغة عون عمومي ولتمكينهم من التغطية الاجتماعية. Thank you.
ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم، وإلى اللقاء.